في رحاب أنصار الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، أولئك الأبرار، أولئك الأطهار، أولئك الأخيار، تلك الشموس كما يعرفهم، تلك الشموس الطالعة والنجوم اللامعة في سماء الفضيلة، في دنيا الرجولة، وفي ساحات البسالة والشجاعة والبطولة، قد جسدوا تلك المآثر وتلك المفاخر وتلك المواقف العظيمة والجليلة والنبيلة. واقعا تلك المواقف التي شكلت تلك المدرسة، مدرسة تخشع لها الأجيال وتخشع لها الشعوب، سيظل الدم الزكي لواء. يقول بولس السلامة، بولس السلامة شاعر مسيحي، خوش شعر، خوش أبيات، يقول سيظل الدم الزكي لواء لشعوب تطالب استقلاله، وستبكي على الحسين البواكي، ويرى كل محجر شلالة. اسمح البيت، مأتم القاتلين، الله أكبر، مأتم القاتلين لا مأتم القتلى. خوش بيت، يقول المأتم والموت والهلاك والعزاء للقاتلين. مأتم لمن؟ مو للقتلى، للقاتلين. مأتم القاتلين، مأتم القاتلين، الموت والهلاك والخزي والخسران لمن؟ ليزيد، لعمر بن سعد، لشمر. مأتم القاتلين لا مأتم القتلى، قتلى شنو؟ يسيرون للخلود عجالا. ذهب يزيد وذهب عمر بن سعد وذهب شمر وذهب بنو أمية وذهبت أنصارهم إلى مزبلة التاريخ نسيا منسيا، وبقي الخلود والعز والمجد لمن؟ للحسين وأصحاب الحسين. كذب الموت، فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد. نعم، الخلود لمن؟ لأصحاب الحسين، لأنصار الحسين. ولازلنا نعيش واقعا في رحاب هذا الشهيد الخالد الماجد ناصر الحسين وحبيب الحسين وعاشق الحسين، البطل الشجاع المغوار الباسل، الشهيد الكربلائي والبطل الولائي. منه عمرو ابن قرظة الأنصاري سلام الله عليه، سلم عليه، السلام على قرظة، على عمرو ابن قرظة الأنصاري. مثل ما قلنا البارحة، كما كان أبوه من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين، ومن خلص أصحاب أمير المؤمنين، ومن أوفياء أصحاب أمير المؤمنين، كان هذا عمرو ابنه عمرو بن قرظة أيضا من خلص أصحاب سيد الشهداء وإمام السعداء الإمام الحسين سلام الله عليه. بينما في المقابل، نعم، أخوه علي بن قرظة سار في الركب الآخر، سماه أبوه عليا حبا منه لهذا الاسم، لكن تبين أنه ليس به جديرة وليس به حقيقة وليس له أهلا ومحلا. علي اسمه علي بن قرظة، لكن سار في ركب من؟ في ركب بني أمية. سار في ركب من؟ في ركب عمر بن سعد. سار في ركب جيش بن زياد، فأصبح يناجز ويقاتل الإمام الحسين. انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. لاحظوا شلون
وذكرنا بأن لهذا الشهيد جملة من المواقف وجملة من المآثر. عمرو بن قرظة، خلوا بالكم، شوفوا شلون تلك المواقف العظيمة، ذكرنا أن من تلك المواقف اختيار الإمام الحسين له بأن يكون رسولا له إلى قادة الجيش الأموي والمعسكر اليزيدي إلى عمر بن سعد. الإمام الحسين أرسله إلى عمر بن سعد عدة مرات حتى ماذا؟ حتى يحاوره أو حتى يحاوره وحتى يجادله، حتى يناقشه، حتى يناظره في قضية الحسين. مو كلام يودي رسالة ويجيب رسالة، لا، يحاوره، يناقشه كذا. وهذا يدل على ما تحمله هذه الشخصية من شخصية قوية في الحجة، حجة قوية وشخصية قوية، وما يملكه من بيان وحكمة وحنكة ومعرفة ودراية بقضية الحسين وأهداف ثورته ونهضته وقيامه وخروجه. هذا تمتع بهذا الأمر. هذا موقف ذكرناه البارحة، خلوا بالكم إلى الموقف الثاني. ويا له من موقف، موقف ماذا؟ موقف القتال والنزال والجهاد بين يدي سيد الشهداء. موقف عظيم سطر فيه ملحمة عظيمة فريدة من نوعها. اسمع ماذا يقول المؤرخون في قتاله في هذا الموقف. السيد ابن طاووس هذا العالم العارف، السيد ابن طاووس وما أدراك، هذا العالم العارف يذكر في كتابه اللهوف في قتل الطفوف، اسمع ماذا يقول. يقول: خرج عمرو بن قرظة الأنصاري فاستأذن من الحسين، اقرأ كلامه، فاستأذن من الحسين فأذن له. اسمع ماذا يقول: فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء فبالغ. يعني قاتل بكل إمكانياته، بكل ما عنده، بكل جهده. أعيد الكلمة، يقول: فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء وبالغ في خدمة سلطان السماء حتى قتل منهم جمعا كثيرا. هذا من هو؟ ده من طاووس. يتكلم عن من؟ عن هذا الشهيد الذي قلت بأنه ربما لا يذكر ولا يعرف. لذلك نحن واقعا في هذه الأيام الرمضانية خصصنا بعض المجالس للتعريف بهؤلاء الشهداء المغمورين المجهولين، نعرف بهم. تعال ماذا يقول علماء عن هذا البطل السيد ابن طاووس، وما أدراك من السيد ابن طاووس، ما أدراك من السيد ابن طاووس. يتكلم كلام عظيم، يقول: قاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء وبالغ في خدمة سلطان السماء. الله أكبر في الكلمات. وتعال إلى نجم الدين الحلي، أستاذ العلامة الحلي، كيف يصف قتاله؟ يصف قتال منه عمرو بن قرظة الأنصاري، يصف قتاله فيقول: قاتل قتال الرجل الباسل وصبر على الخطب الهائل. قاتل قتال الرجل الباسل وصبر على الخطب الهائل. هذا منه؟ هذا ابن نمى الحلي رحمة الله عليه. وأما العلامة ابن شهراشوب رحمة الله عليه فيقول عنه، اسمع ماذا يقول. يقول: برز عمرو بن قرظة الأنصاري وهو يهتف ويقول: قد علمت كتيبة الأنصار أني سأحمي حوزة الذمار ضرب غلام غير نكس شاري
دون الحسين مهجتي وداري. الله أكبر. شوف الشعار، شعار عظيم. دون الحسين، قوله، دون الحسين مهجتي وداري، دون الحسين مهجتي وداري. لو قطعوا أرجلنا واليدين، هو الشعار هذا، دون الحسين مهجتي وداري. ما أحلاه من شعار، ما أعظمه من شعار، ينبغي أن يعلق في المآتم، ينبغي أن يعلق في المجالس، ينبغي أن يكتب على اللافتات، يكتب على الرايات. ماذا يكتب؟ يكتب دون الحسين مهجتي وداري. ما أحلاه من رجز، ما أبدعه، ما أرفعه. خلوا بالكم إلى شيء، بعض المحققين يقول، خلوا بالكم إلى هذه الكلمة من هذا المحقق، يقول بعض المحققين يقول بأنه يعني بعض أراجيز، بل أراجيز أنصار الحسين، خلوا بالكم إلى هذه الكلمة واقعا في محلها، أراجيز أنصار الحسين تحفي طياتها معارف خفية ومعلومات مهمة عن واقعة كربلاء من أراجيزهم. لما يطلع القاسم ويقول أرجوني أنا العباس أغدو بالسقاء، لما يطلع الحبيب بن مظاهر ويرتجز بتلك الأرجوزة إني حبيب وأبي مظاهر، يقول هذا فيها علم، فيها معارف خفية ومعلومات مهمة عن واقعة كربلاء، ومنها أرجوزة هذا البطل الولائي والشهيد الكربلائي عمرو بن قرظة الأنصاري. ماذا قال؟ قال قد علمت كتيبة الأنصاري. اسمعوا، يقولوا هذا يدل على ماذا؟ يدل بأن هناك كتيبة من الأنصار مع الحسين في كربلاء، لكنها غيبت. من وين علمناها؟ من هنا. قد علمت كتيبة الأنصار، يقول هذا المحقق، يدل هذا على أن هناك كتيبة من الأنصار قاتلت مع الحسين في كربلاء. هذا جاي يفتخر قدامهم. قد علمت كتيبة الأنصار أن أني سأحمي حوزة الذمار. الذمار، ما معنى الذمار؟ يعني المنيع، المكان المنيع. الذمار هو هذا الذي ينبغي أن يحفظ، ينبغي أن يصان، الذي ينبغي أن يدافع عنه ويماد دون كما هو، كما قلت الخيام. إني سأحمي بل حوزة الذمار. الذمار كل شيء منيع، كل شيء عظيم، ينبغي أن يصان، ينبغي أن يحفظ. أضربكم ضربة، ضرب غلام، ضرب غلام غير نكس شاري. غير نكس يعني ايش معنى؟ يعني مو متلكئ ومتردد، ما عندي خور، ما عندي ضعف، ما عندي جبن، لا تردد. ضرب غلام غير نكس شاري. الله اكبر، يا لها من كلمه. يقول هذه مقتبسه من وين؟ من القران، من قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه. فلذلك يقول هذا الوعي القرآني، الوعي القرآني بحقيقة الإمامة لسيد الشهداء والولاية للإمام الحسين، جعلت هذا الشهيد الكربلائي يقاتل كما قال السيد ابن طاووس، يقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء ويبالغ في خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه. دون الحسين مهجتي وداري. الشيخ ابن نمي يقول هذا التعريض لمن؟ يحمل هذا، يحمل معلومة، معلومة عظيمة خفية إذا الناس ما تدري عنها. دون الحسين مهجتي وداري، يقول تعريض لعمر بن سعد، لأن الإمام الحسين قال لعمر بن قرظة اطلب أو ادعو
عمر بن سعد أن يلقاني بين العسكرين. أرسل منه قلنا عمر بن قرظ، قال له قول إمام الحسين يريدك بين المعسكرين، واجتمع به، كان موجود هذا عمر بن قرظ، قال لي يا عمر بن سعد تقتلني وأنا من قد علم؟ منو اللي كان يسمع؟ اسمع هذا عمر بن قرظة، لذلك جاب القضية في تاريخ، قلت لك تاريخ، قال لي تقتلني وأنا من قد علم؟ ابن رسول الله، ابن الزهراء، والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، وأنا ود النبي وأنا ود الرسول. قال لي بلى. قال لي هل انضممت معي؟ هل لا كنت معي؟ صرت وياي، خير لك عند الله وعند رسوله. وش قال؟ وش قال؟ قال أخشى أن تهدم داري. من هو اللي كان يسمعه؟ عمر بن قرظة، لذلك جابه في الأرجوزة. قال أخشى أن تهدم داري. قال للحسين أنا أبني لك دارا غيرها؟ خايف على دارك أعطيك دار ثانية؟ أنا أبني لك دارا غيرها. قال أخشى أن تأخذ ضيعتي، عندي بستان، عندي ضيعة. قال له أنا أخلف عليك خيرا منها. الله يا أبا عبد الله، أنا أخلف عليك خيرا منها، أعطيك خير منها، أنا أخلف عليك خيرا منها، أعطيك البغيبغة. بغيبغة، بغيبغة يقول ضيعة كبيرة عظيمة فيها نخل كثير وزرع عظيم، أراد معاوية أن يشتريها من الحسين بكم؟ بألف دينار، بمليون دينار أراد يشتريها الحسين. أبا الإمام الحسين يقدمها لمن؟ لمن؟ لعمر بن سعد. يقول إذا حجتك دار بعطيك دار، إذا حجتك ضيعة أبعطيك، مو ضيعة، البغيبغة، أعطيك البغيبغة. وش قال لي؟ اسمع رد. قال لي أخاف على عيالي تيتم. ها؟ يقول أخاف على عيالي تترمل، ها، وأولادي تتيتم. اسمع الرواية، يقول فأشاح الحسين بوجهه. أشاح الحسين بوجهه. عجيب يا ابن السعد، ها، تخشى على عيالك من الترمل وأولادك وأولادك من التيتم، ولا تخشى على بنات رسول الله. وحسيني وحسيني عز عليك يا أبا عبد الله، لقد أخذ خن سبايا على ظهور المطايا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان تحدو بهن الأعداء. وحسينا يستشرفهن أهل المناهل والمناقيل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والشريف والوضيع، ليس لهن من حماتهن حمي، ولا من ولاتهن ولي. أنا لا والد لي. وويله وزينبا، ولا عم ألوذ به، ولا أخ لي بقي أرجوه،
ذو رحم عظم الله أجوركم. يقولون بأنهم نزلوا في البيداء لكي يستريحوا. يقول طفلة من أطفال الحسين لما نزلت القافلة نظرت إلى شجرة بعيدة قصدتها، تفيأت بظلها ونامت بفيئها. عندما جاءوا يرحلوا جاء حامل الرأس لكي يرفع رمح رأس الحسين، شاف كالوتد كل ما أراد يرفع ما استطاع، تجمعوا عليه ما استطاعوا. يا ابن الحسين ما بال رأس أبيك لا يرتفع؟ قال أظن طفلة طفلة من أطفالنا تاهت، ابتعدت عن الراك، وين نبحث عنها؟ قال انظروا إلى وجه والدي، انظروا إلى عين والدي، والدي فإنه ينظرها بعينه. ويله ويباريها بمقلته. قصدوا الشجرة وإذا بها نائمة تحتها، أيقظوها يا مؤمن. لكن كيف أيقظوها؟ كيف أيقظوها؟ يقولون جاء لها عدو من الأعداء ورفسها برجله. ولوعها بصوته وجاء آخر ووخذها بكعب رمحه، فقامت وهي دعرة فزعة مذعورة تنادي وحسينا. وحالت القشرة يا موصلها ولفاها، وسكنة على الناقة تشوفه يوم جاها، برجله رفزها وصرخته الطفلة بثراها. رد ورفع صوته وهي فوق الوطية، وويله ظليت لو وصات والطفلة على القاع نوب على الهامة ونوب فوق الأضلاع. وديك اليتيمة مالها يا ساتر ولكنا وذيك اليتيمة مالها ساتر ولدنا، ومن الضرب بس تجذب الونة خفية، الصيحة بضعيف الصوت بويا ضيعتني. وبين العدا من صغر سني يتمتني، يا ابوي من ضرب العدو اسود دمت. وويله وويله يا ابوي من ضرب العدو اسود دمتني، وجسمي تراه انتحل من ركب المطية. حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب. يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله بسم